راح بحضراتكم. خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي دلوقتي، وهنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، معانا زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح. يا ماري بونجور، صباح الهنا عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا كل الفرق الرياضية الأخرى. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم، والنهاردة يعني هيكون بداية المران على ملعب مختار التتش، استعدادا بقى لضربة البداية في بطولة الدوري المصري في نسختها الجديدة أمام طبعا النادي المصري البورسعيدي. المباراة هتقام غدا إن شاء الله على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 7 مساء. النهاردة يعني يمكن ده أول مران لفريق النادي الأهلي تحت قيادة مستر مارسيل كولر عقب عودتهم من السعودية للمشاركة في بطولة طبعا السوبر الإفريقي. طبعا يعني خلينا نقول أن يمكن النادي الأهلي أول مرة يقابل النادي المصري في ضربة البداية يعني بطولة الدوري، يمكن دي المرة الأولى اللي هيلتقوا فيها في افتتاحية الدوري المصري بالنسبة لهم هما الاثنين. ولكن يعني البطولة هتنطلق رسميا النهاردة إن شاء الله بفريق البنك الأهلي وطلائع الجيش، هتكون النهاردة المباراة في تمام الساعة 7 مساء، وبكرة إن شاء الله بقى النادي الأهلي هتكون البداية لي إن شاء الله إن احنا نقدر بقى نحسم بطولة الدوري، وهي البطولة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. نروح بقى لقطاع الناشئين، وفريق 2003 قدر ان هو يفوز في الجوله الثالثه على نادي السد، ويمكن كانت المباراه خارج ملعب النادي الاهلي وخارج ارض الملعب يعني كانت بتقام في اسوان، وبكده يكون النادي الاهلي او فريق ناشئ النادي الاهلي مواليد 2003 قدر ان هو يرفع رصيده ل9 نقاط من الفوز في 3 مباريات امام بلديه المحله والجونه وايضا السد. ويمكن فريق الناشئين او فرق الناشئين كلها يعني انا هوندو يا كريم محققين حقيقه نتائج كبيره جدا، بتشوف يعني نتائج هائله وضخمه جدا في جميع المباريات في بطوله الجمهوريه. شفنا 9-0، وشايفين يمكن كمان مباراه الامس قدر يفوز فيها النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. فالحقيقه ان هم محققين موسم كبير جدا في بطوله الجمهوريه، ودي يمكن لسه الجوله الثالثه، فاكيد هنشوف يعني نتائج اكبر واكبر خلال الفتره المقبله. ننتقل بقى للفريق الاول لكره السله رجال، ويمكن خلاص بعثت النادي الاهلي سافرت فجر اليوم الاثنين يمكن تحديدا في تمام الساعه 2 صباحا لسنغافوره طبعا للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه لكره السله بطوله انتركونتيننتال. طبعا يعني بيترأس بعثه النادي الاهلي دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن بيشارك في هذه البعثه 14 لاعب. خليني اقول لكم يعني القائمه الكامله اللي اختارها مستر اوجوستي بوش المدير الفني للفريق: إيهاب أمين، سيف سمير، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، مؤمن خيري، كمان مصطفى كيجو، نوريس كول، مايكل فاكوادي، وعمر عبادة، محمد أبو النصر، مروان سرحان، يوسف المعداوي، وأحمد مهيب، وعمر زهران. يمكن دي القائمة الكاملة اللي هتشارك إن شاء الله في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة رجال. إن شاء الله نقدر إن احنا نحقق فيها يعني نتائج كويسة، ويعني بجانب النادي الأهلي بيشارك 5 أندية أخرى، هما طبعا يعني فرانكا البرازيلي واجنايت الامريكي وبون الالماني، جولدن بولز الصيني، واخيرا المنامه البحريني. بنتمنى كل التوفيق لبعثه النادي الاهلي اللي يمكن غادرت منذ ساعات قليله للمشاركه في هذه البطوله في سنغافوره. ايضا خلينا بقى نروح للكره الطايره، ويمكن اعلن برضو منذ ساعات قليله كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي التعاقد مع تاتيانا بوكان طبعا من مونتينيجرو لدعم صفوف الكره الطايره خلال الموسم الجديد. ويمكن كابتن خالد العوضي قال ان كل الاجراءات الخاصه بتعاقد تاتيانا بوكان خلاص يعني تمت، والحقيقه ان هي شاركت مباشره في التدريبات الجمعيه للفريق، وقال ان هي ليها عدد كبير جدا من الخبرات وحققت بطولات يمكن ونتائج كبيره جدا مع كل الأندية اللي هي شاركت معاها. الحقيقة أن أكيد هتكون إضافة هامة لصفوف فريق الطايرة سيدات خلال الفترة المقبلة. نروح بقى لكرة اليد رجال، ويمكن عندهم مباراة هامة جدا إن شاء الله غدا الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء أمام أصحاب الجياد، هتقام في الصالة المغطاة للقوات المسلحة بالأسكندرية. ده طبعا بيأتي ضمن الجولة السادسة لمحترفي كرة اليد أو دوري محترفين كرة اليد. الحقيقة أن النادي الأهلي متصدر
جدول البطوله، يعني يمكن خاض 5 جولات خلال الفتره الماضيه، قدر ان هو يحقق فيهم العلامه الكامله بالفوز في ال5 مباريات. ان شاء الله يكون ايضا يعني الفوز هو حليفه في مباراه الغد امام اصحاب الجياد. دايما بقى زي ما بنقول كده ختموها مسك، خلينا نختم اخبارنا النهارده وبطلتنا المعجزه هنا جوده اللي قدرت ان هي تحقق يعني او توجد ببطوله افريقيا لتنس الطاوله بعد تغلبها على دينا مشرف بنتيجه 4-1 في نهائي البطوله اللي بتقام حاليا في تونس بنتيجه 4-1. يمكن زي ما انا ذكرت الحقيقه ان كانت مباراه قويه جدا، ويعني يمكن هنا جوده دايما بتلعب امام كبار اللاعبين، ولكن الحقيقه ان هي بتقدر دايما تحقق نتائج كبيره جدا، وعلشان كده احنا دايما بنطلق عليها المعجزه هنا جوده، لان هي الحقيقه معجزه تنس الطاوله يعني على مدار الاعوام وعلى مدار يعني منذ بدء فعلا كل بطولاتها وكل مع المنتخبات اللي هي شاركت معاها او سواء مع النادي الاهلي كمان. فاحنا دايما بنشوف ان هنا جوده بتحقق نتائج كبيره جدا على مدار الاعوام الماضيه. خلينا اقول ان بكده تكون هنا جوده اتاهلت لاولمبياد باريس 2024، ده طبعا مع الفردي سيدات او منافسات الفردوس، وكمان ايضا هي مؤهله مع منتخب السيدات بعدما فاز على نيجيريا، سواء منتخب السيدات او منتخب الرجال كانوا فازوا ايضا في البطوله الافريقيه وقدروا ان هم يتوجوا البطولة الأفريقية على حساب منتخب نيجيريا، وبكده تأهلوا لأولمبياد باريس. فيمكن علشان هنا جودة كانت مشاركة في يعني التصفيات سواء مع المنتخب أو فردي سيدات، فبكده بتكون هنا جودة بتتأهل لأولمبياد باريس وهتشارك مع منتخب السيدات في باريس 2024، وأيضا هتشارك فردي سيدات أو منافسات الفردوس أيضا في أولمبياد باريس 2024. بنتمنى لهم كل التوفيق سواء المنتخبات وأيضا هنا جودة تقدر إن هي تحقق نتائج كويسة جدا في الفردي سيدات في أولمبياد باريس 2024. طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى.